بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي أبنائي وبناتي طلبة وطالبات جريد 1، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. مستر شعبان بيرحب بكم في حلقتنا النهاردة، ليسون 1 بارت 1 فروم يونت 2. درسنا النهاردة بيتكلم عن addition up to 99. احنا كده ابتدينا في يونت 2. يونت 2 بتتكلم عن addition and subtraction up to 99، يعني الجمع والطرح حتى 99. اما الليسون بتاع النهارده ليسون 1 addition up to 99، عندنا هنا example بيقول لنا complete، مدينا هنا table في tens units، في نمبر هنا في التنس ونمبر في اليونتس. النمبر اللي عندنا في التنس 4 اللي في اليونتس 3، وفي تحت هنا 2 في التنس و 5 في اليونتس. فعايزنا نعمل addition operation، عملية جمع للفور نمبرز دول. طيب بنعمل ايه؟ عندنا 43 بلس 25. كنا بنقول طبعا 3 بلس 5 بنبدا بايه؟ باليونتس، النمبر اللي في اليونتس ديجيت. 3 بلس 5 ايكوالز 8، 4 بلس 2 ايكوالز 6، يبقى 68. ال 68 لما بنيجي نكتبه هنا بتنس اليونتس، يبقى طبعا ال 8 في اليونتس ونمبر 6 ان تنس. عندنا هنا في the upside figures في الشكل المقابل دوت، بيقول لنا ايه؟ عندنا هنا بيقول لنا ده 25، في عندنا 2 في التنس، 5 في اليونتس، يبقى النمبر 25. وعندنا هنا 4 تنس، 3 يونتس، نمبر 43، عايزين نعملهم بلس، يبقى 43 بلس 25. نعمل ايه بقى؟ بنقول النمبر اللي في التنس الاول 3، والنمبر اللي في اليونت 3، والنمبر اللي في اليونت هنا 5، يبقى بنقول 3 بلس 5 ايكوالز 8، 4 بلس 2 ايكوالز 6، يبقى هو نفس الريزلت، نفس النمبر 68. بنفس الاكزامبل بالظبط نطبق على نفس المثال هنا 32 44 3 ان تنس ديجيت 2 ان يونتس ديجيت، وكمان 44 4 ان تنس ديجيت، الفور الثانيه ان يونتس ديجيت. لما نيجي نعمل بلس هنقول 2 بلس 4 ايكوال 6، 3 بلس 4 ايكوال 7، يبقى النمبر هنا 76. طيب هو ليه مستر خد النمبر وقسمه لتنس ويونتس؟ عشان يعرفك دايما ان انت لما بتيجي تبدا عمليه الاديشن بتبدا بالنمبر اللي في اليونتس ديجيت، ما بتبداش بال3 اللي في ال3 تنس ديجيت، بتبدا باليونتس دايما. يبقى 2 بلس 4 ايكوال 6، 3 بلس 4 ايكوال 7، يبقى 76. هنا النمبر 4 تنس 4 يونتس، يبقى النمبر 44، والنمبر الثاني 3 تنس 2 يونتس، يبقى 32. لما نيجي نعمل 44 بلس 32 هنبدا باليونتس، 2 بلس 4 ايكوال 6، 3 بلس 4 ايكوال 7، يبقى الريزلت 76. Another example بيقول 22 بلس 55. 22 اللي هي السمول سكويرز اللي هي عندنا دي، دول النمبر بتاعهم 22، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22، يبقى النمبر 22. اللي تحته 55، 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 يبقى النمبر الثاني 55 لما نقول 22 بلس 55 بنبدا باليونت ديجيت 2 بلس 5 ايكوال 7 2 بلس 5 ايكوال 7 77 22 بلس 55 هي 77 الطريقة الفيرتيكال اللي هي الطريقة الرأسية هي نفس الطريقة الاورجنتال الرأسية الافقية بنبدأ برضو هنا بالنمبر اللي في اليونت ديجيت 2 بلس 5 ايكوال 7 بعدين 2 بلس 5 ايكوال 7 طيب هنا مدينا الشيب اللي قدامنا دوت او الفيجرز اللي قدامنا الشكل اللي قدامنا مش مدينا اي نمبرز خالص احنا هنطلع النمبرز هنا ونعمل اديشن اوبريشن بينهم ونشوف الريزلت اللي هتطلع من ناتج عمليه الجمع نعد نشوف النمبرز اللي هنا كام 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 يبقى النمبر الاول هو 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 50 51 52 يبقى النمبر الثاني 52 نعمل الاديشن اوبريشن بنبدا بين اليونتس ديجيت النمبر اللي في اليونتس 5 5 بلس 2 ايكوال 7 1 بلس 5 ايكوال 6 يبقى النمبر 67 دي كده بنسميها الفيرتيكال ميثود الفيرتيكال ميثود اللي هي الطريقه الراسيه اما الطريقه اللي تحت دي اسمها الاوريزونتال ميثود الطريقه الافقيه برضه هنبدا باليونتس ديجيت اللي هو 5 5 بلس 2 ايكوال 7 1 بلس 5 ايكوال 6 يبقى الريزلت برضه 67 another question number 2 بيقول لنا add يعني اجمع 48 بلس 21 هنبدا بمين اليونتس ديجيت اللي هو نمبر 8 8 بلس 1 ايكوالز 9 4 بلس 2 ايكوالز 6 69 26 بلس 33 6 plus 3 9 2 plus 3 5 59 25 plus 34 5 plus 4 equals 9 2 plus 3 equals 5 59 19 plus 50 units digit here mean in 9 يبقى 9 plus 0 equals 9 1 plus 5 equals 6 69 66 plus 32 6 plus 2 equals 8 6 plus 3 equals 9 98 34 plus 54 units digit 4 4 plus 4 equals 8
plus 5 equals 8. The result is 88. Another question, number 3. Add, يعني اجمع. واحدة واحدة معايا. هنا الطريقة الهوريزونتال اللي هي الافقية. كنا بنحدد الاول اليونتس ديجيت، النمبر اللي في اليونتس اللي هو مين؟ السيفن. بنعمل اد مع مين؟ مع الوان. بعد كده الفايف، النمبر اللي في التنس مع التنس الثري. يبقى سيفن الاول بلس وان ايكوالز ايت، فايف بلس ثري ايكوالز ايت برضو، يبقى النمبر 88. 42 بلس 47، بنبدا بال2 مع ال7، يبقى 2 بلس 7 ايكوالز 9. بعدين ال4 مع ال4، 4 بلس 4 ايكوالز 8. 24 بلس 35، 4 بلس 5 ايكوالز 9، 2 بلس 3 ايكوالز 5، يبقى 59 ريزلت. 22 بلس 74، بنبدا بال2 ال4، 2 plus 4 equals 6، 2 plus 7 equals 9, 96. 80 plus 17، بنبدأ بالزيرو مع السيفن، 0 plus 7 equals 7، 8 plus 1 equals 9, 97. 45 plus 54، 4 plus 5 equals 9. 4 plus 5 equals 9, 99. Question 4. مدينا هنا تيبل جدول وعايزنا نكمله. بنشوف اول حاجة هنا عندنا 14، التيبل بيبدأ من هنا بال 14، وبعدين الرو اللي هو السهم طالع منه معدي على 4 على بلس 4 بلس 4، يعني معناه كده انه بيقول لنا ال 14 هتبقى بلس 4 عشان تطلع الريزلت هنا في الميسنج نمبر. وكذلك اللي تحته لحد ما نكمل التيبل. بعد كده النمبر اللي هيطلع لنا هنا طالع فيه طالع فيه روت طالع برضو سهم بلس 30، والريزلت هنكتبها هنا. طب يلا نجرب اول حاجة 14 plus 4. كنا بنعمل ايه؟ بنبدأ باليونتس ديجيت ان نمبر 14 اللي هو نمبر مين؟ نمبر 4 هو اللي في اليونتس ديجيت الاول، يبقى 4 plus 4 equals 8. 1 plus، مفيش حاجة مع الفور التانية عشان اجمع معاها، يبقى هو الوان. يبقى النمبر اللي طلع لنا الريزلت 18. ال18 دي بقى هتبقى ايه؟ بلس 30، لان في سهم طالع بلس 30. طيب اليونتس ديجيت ال8 بلس 0 ايكوالز 8، 1 بلس 3 ايكوالز 4، يبقى الريزلت هنا 48. ناخد السكند نمبر 45 بلس 4 5 بلس 4 ايكوالز 9، 4 بلس 4 ايكوالز 8، يبقى 89. طيب ال 89 اللي فعلنا دوت هنعمله ايه؟ بلس 30، 9 plus 0 equals 9, 8 plus 3 equals 11، بنكتب ال 11 كلها، يبقى 119. The last number 62 plus 4 2 plus 4 equals 6. 6 مفيش حاجة قدامها تبقى 6 زي ما هي، يبقى 66 هنقول plus 30، 6 plus 0 equals 6, 6 plus 3 equals 9, 96. كده احنا خلصنا التيبل، خلصناه، بس مش باقي غير اخر حاجة النمبر اللي هنا بيقول لنا بلس، وفي الرول على السهم اللي طالع من مين؟ من النمبر اللي هنا.
رايح فين؟ رايح للنمبر اللي هنا. طيب عشان نجيب الريزلت اللي هنا او الميسنج نمبر، الرقم المفقود اللي هنا، نجيبه ازاي؟ هنقول 62 بلس كام ايكوالز 96. نبص على طول على اليونتس ديجيت، النمبر اللي في اليونتس اللي هو 2 بلس كام يدينا 6، مش ده اليونتس ديجيت؟ يبقى هنبص هنا على 2 وال 6، 2 بلس كام ايكوال 6 بلس 4، 2 بلس 4 ايكوال 6. بعد كده نبص على النمبر في اللي في التنس ديجيت اللي هو نمبر 6، وهنا 9، يبقى 6 بلس كام ايكوال 9، 3، يبقى 34. يبقى كده 62 بلس 34 ايكوال 96. Another table, 35 سهم plus 20 equals missing number. 35 بنبدأ بال 5، 5 plus 0 equals 5. 3 plus 2 equals 5. 55 another number. 45 plus 20, 5 plus 0 equals 5. 4 plus 2 equals 6. 65 هنا بقى مفيش هنا نمبر، ميسنج نمبر هنا مفقود. بلس 20 ايكوالز 84، ايه النمبر اللي هعمله بلس 20 ايكوالز 84؟ هنبص على اليونت ديجيتس، هنا 4 هنا 0، يبقى ايه اللي هضيف عليه 0 يديني 4؟ هي نفس ال 4، 4 بلس 0 ايكوالز 4. طيب ال 8، ال 2 هضيف عليها كام تبقى 8؟ 6، 6 plus 2 equals 8. يبقى النمبر كله على بعضه 64 plus 20 equals 84. وبكده حصتنا انتهت النهاردة. اتمنى يا رب تكونوا استوعبتم وفهمتم من الشرح كويس، وتكون الحلقة عجبتكم. لو الحلقة عجبتكم ياريت تعملوا اعجاب، سبسكرايب، فولو متابعتنا، عشان تقدروا تطلعوا على الفيديوهات اول باول، اول ما تحملها على طول، وعشان تستفيدوا اكتر. وشكرا ليكم، وان شاء الله اشوفكم في درسنا وحصصنا اللي جايه. lesson 1 part 2 from unit 2. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.